رفقة كانت زوجة إسحاق، نعم، وكانوا من مؤسسي الأمة اليهودية كلها، لكن كان عندها الحقيقة بعض الملامح الروحية اللي لازم شوية ناخد بالنا منها حتى نتعلم كيف نتعامل روحيا مع مثل هذه الشخصية في أيامنا هذه. 1، حبل الوداد بأخلاقيات الحب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ألف أخلاقيات الإيمان من أجل الحب. الحب بيبدأ بشعلة قوية ملتهبة، لكن الحقيقة الغريب جدا أنه بعد فترة بيخبو مرة تانية ويتحول إلى روتين وإلى عادة. ولكي يبقى الحب أو يستمر لابد أنه فعلا يستعين بأخلاقيات الإيمان. يعني إيه أخلاقيات الإيمان؟ أخلاقيات الإيمان المسيحي اللي هي المحبة المسيحية تحديدا، الموجود الدستور الأعلى ليها في كورنثوس الأولى أصحاح 13، اللي هي الحقيقة تعتبر أعلى تجسيد عملي للحب. واللي ممكن تكون أخلاقيات الإيمان دي أو أخلاقيات المحبة المسيحية يمكن تكون وصفة علاج لمن يحاول الحفاظ على حبل الوداد غير مقطوع، ضد الزمن، ضد الشيخوخة، ضد الخلاف في الشخصيات أو الاختلافات في الشخصيات. عشان كده الأخلاقيات دي هي بتعني ببساطة الصدق، البذل، إعطاء المساحة للآخر دون السعي إلى السيطرة عليه زي ما عملت رفقة، سيطرت على البيت كله تقريبا، لأن المحبة باختصار شديد تتأنى وترفق ولا تطلب ما لنفسها ولا تظن السوء. دي إحدى أو علامات بسيطة من علامات المحبة المسيحية اللي بتساعد الحب العاطفي أن يستمر أكتر بكتير قوي من الحب العادي اللي ممكن يخبو في البدايات وبعد كده يتقتل حتى بالظروف والاختلافات والمشاكل.